عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. طيب النهارده معانا قراءه ايه؟ معانا قراءه برج القوس. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. يلا يا حبايب قلبي مواليد برج القوس ينزلوا في الكومنتات ويثبتوا وجودهم بالصلاه على الحبيب، ونشوف الاخبار عندك. برج القوس انا متفائله خير ان انت هيكون عندك تغيرات جذريه باذن الله، علشان انا متفائله خير ليك يا برج القوس يا حبيب قلبي يلي دايما مظلومين. ونشوف مع بعض بقى بعد الصلاه على الحبيب. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طاقة حيرة، عندكم حيرة أو عندكم طاقة تفكير. الأيام دي من أكتر الأيام اللي عندكم خوف من بكرة، رغم إن انتوا دايما متألقين وواثقين جدا في كل خطواتكم، واثقين جدا في كل قراراتكم اللي انتوا بتاخدوها، بس عندكم طاقة حيرة. أكتر حاجة باين عليها تعباكم هي النفسية اليومين دول، مأثرة عليكم قوي، مخلياكم دايما مخنوقين وداخلين في طاقة حيرة من أمركم. عندكم بعض الأشخاص اللي بيزعجوكم، بعض الأشخاص اللي بيضايقوكم. عندكم هنا أبراج ترابية، عندكم ممكن يكون برج الجدي، ممكن يكون برج العذراء، برج الثور. ثلاث أبراج ترابية دول أزينكم. لو عندكم علاقة مع برج الثور، فبرج الثور يعني حاولوا ان انتوا تهدوا اللعب شوية، علشان هيكون في اعتذار من الأبراج الترابية ليكم الفترة اللي جاية. هيبقى في كلام وهيبقى في مواضيع هتتفتح، او هيبقى في علاقة فيها رجوع من الماضي ليكم الفترة اللي جاية. خلوا لي بالكم بقى من اشخاص حواليكم بيحاولوا يستغلوكم، من اشخاص جوه قلبهم حقد وغل اتجاهكم، بس انتوا من كتر ما انتوا نيتكم طيبه واللي في ايدكم مش ليكم، طبعا عندكم بعض المشاكل. شايفه لكم كمان الفلوس متبخره، الفلوس ما بتقعدش في ايدكم، حاولوا تمسكوا على ايدكم شويه وقللوا من المصاريف الزايده اللي عندكم. بس انا شايفه ان البعض منكم مستني لقاء، مستني اتصال، مستني حاجه معينه في باله، في طاقه تفكير في بالك وصراع. شايفه كمان في قرار مهم الفتره دي انت لازم تاخده، ناوي تخرج نفسك من علاقه سامه، او ناوي ان انت تطرد ناس بره حياتك الله اعلم، بس انت بتفكر كتير جدا ان انت تخرج ناس، او ان انت تطلع من علاقة ازياك، او انت حاليا في علاقة مأزي جدا. شايفة كمان ان انت جوه دماغك كركبة بينك وما بين الشريك، انت في وادي وهو في وادي، انتوا الاتنين في صراع، مفيش اتفاق خالص. شايفة كمان عندك هنا واحدة ست، والست دي ظاهرة لك قوي. الست دي انا قلتها لك قبل كده في فيديو، الست دي قصيرة، الست دي ممكن تكون بتعاني من وجع في عينيها او لابسه نضاره. الست دي قصيره وبشرتها ولا بيضه ولا سمره، بشرتها متوسطه، خلوا بالكم منها. ممكن تكون محروقه في ايدها، او في علامه في جسمها، بتشكي من نظرها، بتشكي من اسنانها، بتشكي من الم في المعده الله اعلم. بس الست دي هي المواصفات اللي باينه قوي ليها، هي قصيره ولا بيضه ولا سمره ومش رفيعه، اسمها تخين. خلوا بالكم منها عشان الست دي جواها حقد، جواها غل، بتغل عليكم وبتحقد عليكم. في كمان طرف ثالث، الطرف الثالث ده متدخل بينك وما بين الشريك، وبيحاول ان هو يتكلم مع الشريك اكتر، وعلشان كده انتوا حاسين ببعض التعب وبعض الارهاق من ناحيه العاطفه. انتوا ما عندكمش اكتمال ابدا في علاقاتكم العاطفيه، ومفيش تفاهم خالص مع الابراج الترابيه، انتوا في وادي وهم في وادي، فهدوا اللعب شويه علشان خاطر تعرفوا تفكروا اكتر. عندكم بعض الايام اللي هيكون التحسين فيها الوضع بتاعكم ممتاز، ان انتوا تاخدوا قرارات، او ان انتوا تبيعوا تشتروا، او يبقى في اتصال بينكم وما بين حد. في كمان مناسبة حلوة، المناسبة دي انتوا هتحضروا لها، علشان انا شايفة انه بعض منكم بيحب الالوان، اللون الاسود واللون الكحلي واللون الموف او الازرق، الالوان دول انتوا بتحبوهم، فهيكون عندكم شراء حاجة
بيهم، وان شاء الله باذن الله هتحضروا مناسبه حلوه. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندكم حد بوشين، حد بيلعب على الطرفين، حد بيلعب على الطرفين. عندكم واحدة ست، الست دي من المقربين، يعني ممكن تكون اخت او مرات اخ. الست دي هي معاها متجوزة ومعاها اطفال، لاما اخت لاما مرات اخ. حكودة غيارة وبتغير من نجاحكم، بتغير من كل حاجة في حياتكم، وبتلعب عليكم، بتبين لكم وش الملايكة. الست دي مقربة منكم. في حد هنا كمان بيحضر لكم هدية حلوة، او ناوي يقدم لكم هدية الفترة اللي جاية، ناوي يكون في كلام حلو بينكم، او في رجوع علاقة. في كمان هنا البعض منكم بيدرس، البعض منكم باله مشغول بدراسة، باله مشغول بورق محكمة، ورق سفر، ورق عاطل في المحكمة، الله أعلم. بس أنا شايفة إن أنتم دافنين نفسكم في دراسة، أو دافنين نفسكم عشان عايزين تنجزوا في حياتكم. أنت هنا بس زعلان، في شوية زعل على حد فرقك، او انت عندك اشتياق ولهفة على حد بعيد عنك، حد غايب عنك، الله اعلم. بس في لهفة جواك، بعض الايام اللي جاية هيتوفر عندك بعض القرارات الصح اللي انت هتاخدها في حياتك، هتغير من الوضع اللي انت فيه. مهما يحاولوا يأذوك، ما تنساش ابدا ان انت ليك رب بينجيك من كل المشاكل اللي انت فيها. في ناس بتحاول تقلب الترابيزة عليك، بس ما تقلقش، علشان انت خطواتك حلوة جدا الفترة اللي جاية. شايفة لكم كمان ممكن يكون في قعدة صلح، قعدة عتاب مع الشريك، قعدة كلام، بس انا شايفة ان هي قعدة صلح، وهتبقى انت هتقول اللي عندكم، هم هيقولوا اللي عندكم، وخلوا لي بالكم من طرف ثالث ممكن يتدخل في القعدة، هتشوفوا الشر في عينيه. في حد مش عايز يجمعكم بينكم وما بين الشريك. دايما اقول لكم انه في واحدة ست، الست دي دايما حروفها بتبان عندكم، الحروف بتاعتها بيبقى حرف السين، حرف الحاء، حرف الراء، حرف الالف، حرف الميم. الست دي هي اللي عامله لكم السحر، الست دي هي الحقودة، هي اللي غيارة، هي اللي بتحقد عليكم. ممكن تكون اخت الشريك، او واحدة من الجيران عندكم، دايما بتعمل لكم عراقيل، والست دي حقودة، فخلوا بالكم منها عشان هي بتغير منكم جدا، ومش عايزة تتمم العلاقة بتاعتكم. شايفة لكم هنا كمان بعض النوم، القلق، نايمين ودمعتكم على خدكم، دمعتكم في عيونكم بسبب حقكم اللي اتاخد. في ناس اكلت حقكم ولحد الان مش عارفين تسترجعوه، مش عارفين تاخدوه. بتحاولوا كل ما تتصلوا بيهم ما بيردوش عليكم، بيطنشوكم، ودي طبعا حاجة قرفاكم جدا. بتقولوا لما انتوا مش قد الكلام بتقولوا ليه، عشان كده انتوا بتتكلموا كتير. عندك ست كبيرة، الست الكبيرة دي بيضة، الست الكبيرة دي ممكن تكون بتعاني من سكر او ضغط او مشكلة عندها. الست دي بتحبكم جدا، دايما بتطبطب عليكم، بس هي مادية شوية، بتحب الماديات اكتر. فانتوا بتحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تقفوا معاها وتساعدوها. الفترة اللي جاية دي انتوا هتدخلوا فترة منعزلة تماما عن بعض البشر، علشان عايزين تشوفوا الاعداء وتشوفوا الحبايب اكتر. يعني هتحاولوا تعملوا خط كده، هتعملوا ستوب بينكم وما بين اشخاص محيطين بالمحيط بتاعكم، علشان تشوفوا هم عايزين ايه. شايفة لكم هنا في مشكلة في سنانكم، او في مشكلة في بشرتكم، ممكن بعض منكم بيعاني من وجع في سنان، البعض منكم بيعاني من مشكلة او حبوب جلدية، الله اعلم، او بتعانوا من تساقط شعر. ففي كشف للدكتور، والدكتور ان شاء الله باذن الله يبقى في علاج كويس للحل المشكلة بتاعتكم، علشان هيكون في تحسنات ليكم باذن الله. عندك كمان هنا فترة من الراحة، او فترة من ان انتوا هتاخدوا فترة حلوة جدا، ان انتوا هتريحوا فيها اعصابكم عشان تقدروا تلموا افكاركم تاني. ويا ريت وتخلوا بالكم من النقطة دي، ما تدخلوش ابدا صراع مع القلب والعقل، علشان انتوا فتوها ودايخين لوحدكم. البعض منكم ممكن بتجيله نغزة
في القلب او ضربات قلب سريعه، سخونيه في الجسم جامده، انتوا اصلا عندكم سحر وعندكم لمسه عاشقه. اللمسه العاشقه دي هي اللي عامله لكم العراقيل، وهي اللي عامله لكم الوقف الحال، وانا اتكلمت فيها في فيديوهات قبل كده على قناتنا التانيه اللي عليها العلاج. فيا ريت تخلوا بالكم من نفسكم، انتوا وقعتوا في مشكله صحيه وما لقيتوش حد جنبكم، وقعتوا في مشكله في ازمه، ممكن البعض منكم تصاب بكورونا، البعض منكم مر بازمه ماديه وما لقيش حد جنبه، فخلوا بالكم على نفسكم وهدوا اللعب شويه. قعدة صلح، مكالمة انتوا مستنيينها في خير بإذن الله، وهيبقى في أمور حلوة، بس انتوا عندكم طريق صعب أو انتوا مختارين الطريق الصعب، رغم ان الطريق الصعب ده بعد كده هيبقى سهل ليكم جدا، بس انتوا بتختاروا الحاجة الصعبة، ما تعرفوش تختاروا حاجة سهلة أبدا. في هنا شوية تعب، انتوا تعبتوا جدا في حياتكم، بقالكم يجي 5 6 سنين تعبانين، بقالكم مدة كبيرة في تعب، في ارهاق عندكم، في بعض المشاكل السلبيه اللي انتوا بتمروا بيها، بس الفتره اللي جايه هيكون في تعويض حلو، في فتره من الراحه، فتره مليئه بالمفاجآت باذن الله. في كمان هنا خبر خطوبه او زواج، لاما ليكم لاما انتوا هتحضروا نفسكم لخطوبه او زواج، او طاقه انجاب، ممكن يكون البعض منكم عندكم طاقه انجاب حلوه باذن الله، وهيبقى في كلام كتير بعد ما زرت الطبيب اكتر من مره، هيكون في امور حلوه. شايفه كمان ان انتوا بتشوفوا في منامتكم كوابيس مزعجه، بتحلموا بتعابين، بتحلموا بقطط، بتحلموا بحاجات، تصحى من النوم عايزين تعيطوا مخنوقين. عارفين ايه مشكلتكم؟ مشكلتكم حاجه واحده بس، ان انتوا دايما بتدوروا على الحب والاحتواء، دايما بتدوروا على الراحه مع الشريك، ودي حاجه انتوا فاقدينها جدا، علشان خاطر كل واحد بيعرفكم علشان مصلحه، كل واحد بيعرفكم علشان خاطر بتلاقوا نفسكم مش متفقين بعد كده، فده طبعا حاجه بتاثر عليكم انتوا سلبيا، ده طبعا بيدل ان انتوا اختياراتكم في الشريك غلط جدا. شايفه انه في قعده لطيفه مع الصحاب، قعده لطيفه مع الاهل، شايفه ان انتوا بتحبوا الاكلات البحريه جدا، ممكن يكون في عزومه حلوه، في كلام حلو ان شاء الله باذن الله. وشايفه كمان ان انتوا حرفيا الايام دي عايزين تشتغلوا على نفسكم، وعايزين تغيروا من نفسكم، وبتحاولوا على قد ما تقدروا تعيدوا ثقتكم بنفسكم اكتر، علشان خاطر في شراء او في امور حلوه هتظبطوها الفتره اللي جايه. بعض منكم عايز يشتري عربيه، بعض منكم عايز يشتري هدوم جديده، يشتري تليفون، والمشكله العاطله اللي في البيت هتصلحوها باذن الله، عشان هيكون في تجديد او تعزيز من نفسكم. قريب جدا في واحده ست هتيجي تزوركم، يا ريت تخلوا بالكم منها وتكون وعيونكم تكون عليها، تخلوا بالكم منها كويس جدا، وما تدخلوش اي حد والسلام. خلوا بالكم انتوا دخلتوا ناس كتيره جدا في حياتكم ما لقيتوش منها غير الذل والخيانات، وكان عندكم صديقه بتلعب على الطرفين، صديقه حقوده، ممكن تكون من برج العقرب، ممكن تكون من الابراج المائيه، فخلوا بالكم منها. لو عندكم اي حد من الابراج المائيه انصحكم ان انتوا تخلوا بالكم منه، علشان انتوا مش ناقصين مشاكل ومش ناقصين صحاب تعمل فيها ملائكه. بسم الله. المنفصلين عندكم طاقة تفكير ليه؟ عندكم طاقة خوف ليه على أولاد أو على شريك؟ بالكم مشغول ليه؟ أحب أقول للمنفصلين إن أنتوا عندكم طاقة تفكير رهيبة، وعندكم خوف من بكرة جدا، وخايفين لما تعرفوش تاخدوا حقكم، أو خايفين إنه محدش يحكم بالعدالة. أحب أطمنكم وأبشركم إن أنتوا عندكم إن شاء الله بإذن الله رجوع حق، أو عندكم
امور هتتظبط باذن الله في الوقت المناسب اللي هتحسوا فيه ان انتوا خلاص مش قادرين تكملوا او قادرين توصلوا للهدف، هتكون هي الفترة المناسبة ان انتوا تتقابلوا ناس جديدة وتوصلوا للهدف بتاعكم. ما تقلقوش خالص، بس انتوا هدوا اللعب شوية وبلاش التفكير الرهيب اللي في حياتكم ده اللي مسبب لكم ضغط فوق ضغط نفسي، وانتوا اصلا في فترة حلوة، في فترة مليئة من الراحة، ممكن تكون فترة فيها بعض المفاجآت، فيها حياة جديدة، تغيير نظام او تغيير امور عندكم باذن الله هتحصلوا عليها. انتوا هنا في فترة تنقلية، في فترة عايزين تغيروا، انتوا بتحبوا السفر جدا، فهيكون عندكم سفر الفترة اللي جاية عشان في كلام حلو كده هيتقال، ما شاء الله عليكم، ده انتوا عندكم فترة حلوة جدا باسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندكم هنا كمان جايزة حلوة هتستلموها في مدرسة، جايزة حلوة هتستلموها في دراسة، هتحصدوا شهادة تمن التعب اللي انتوا تعبانينه، طموحاتكم عالية جدا، ناويين تغيروا، ناويين تبنوا، ناويين تطلعوا السلم خطوة خطوة، وبالفعل هتطلعوه علشان خاطر الضيق والخنقة اللي انتوا بتمروا بيها حاليا دي. هيبقى في فترة من الراحة او فترة مليئة بالمفاجآت بإذن الله. في كمان شخص غايب عنكم بقاله مدة كبيرة، الشخص اللي غايب عنكم ده بقاله مدة كبيرة، الفترة اللي جاية هيكون في شوفة بينكم وبينه، هيكون في امور هتظبطوها باذن الله، وهتحصدوا بعض الامور الخير عشان خاطر انتوا هنا حزانه وبتحاولوا تلموا جرحكم، تلموا ماضيكم، تلموا المواضيع اللي عندكم. مالكم في ايه؟ هدوا اللعب شويه، انتوا عندكم فتره مليئه بالراحه اهو، وعندكم كمان تغيرات، ومش كده وبس، كمان ده انت هتسمع بعض الاشخاص اللي ظلموك في حياتك، بس انت اليومين دول عندك صداع مستمر، بتصحى من النوم عندك طاقة خوف، عندك طاقة كسل، عندك طاقة إرهاق جدا لما بتصحى من النوم، وده سببه الكلام الكتير اللي عليك، سببه ان انت عليك حبة ضغوطات في حياتك، في ناس عمالة تضغط عليك من ورا ظهرك، وانت طبعا مآمن جدا للناس دي او حبيبها، ومش متخيل ان هم ممكن يعملوا فيك كده. عليك عين قوية جدا، سايباك بالحسد، سايباك بالكلام، سايباك بالامور اللي مضايقاك طبعا. فالفترة اللي جاية اقدر اطمنك وبشرك انها تكون فترة مليئة بالراحة، مليئة بالمفاجآت الحلوة، مليئة بالاخبار السارة، فان شاء الله باذن الله هتحصد بعض الاخبار الحلوة او هتحصد امور حلوة جدا هتحسن من وضعك باذن الله، وهتحسن كمان من الامور اللي عندك عشان انت هتكون في قمة العليا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اهداف بتفكروا كتير، او عندكم حبة اهداف هتحققوها، حبة نجاح هتعملوهم، بسم الله ما شاء الله عليكم. لا انتوا كده عندكم في قمة العليا، هي عندكم سفر، عندكم خروج من الهم، عندكم خروج من مشكلة. انتوا الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا عندكم كمية انتظار رهيبة، بتفكروا كتير، عندكم فترة فيها كمية انتظار، عايزين تخلصوا من الوضع بتاعكم، عايزين تحصدوا خير، عايزكم عندكم امور هتحاولوا تجددوها مع نفسكم. في كمان حد في عملكم، حد نفسكم، يعني انتوا لو سبتوا شغل او ابعدتوا عن شغل، ففي حد في عملكم عايزكم ترجعوا تاني، وبيكلموكم ويقول لكم تعالوا ارجعوا، او هيبقى في قبول لشغل جديد في حياتكم باذن الله. بس انت قلبك بيدق كتير، قلبك زعلان، قلبك مخنوق، حاسس ان قلبك بيوجعك بسبب اللي بيقع عليك من ناس كتيرة جدا في حياتك. الفترة اللي جاية بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى هتكون متفائل وهتكون في قمة العليا، وأقدر أبشرك بنجاح كبير جدا، أنت عندك خطوات بسيطة هتمشي عليها، وبفضل حد كبير في السن، الحد ده هيدعمك وهيقف معاك، وإن شاء الله بإذن الله هيساعدك على طريق الخير، إن أنت هيكون عندك تغيرات جذرية، فرحة حلوة طال انتظارها، أنا شايفة لك انتصار عظيم. انت هترمي الماضي اللي فات كله ورا ظهرك، وهتشتغل على نفسك، هترمي الماضي كله مش هتبص عليه تاني، علشان ما لقيتش من وراه غير الاذى. بص انت دموعك في عينك ازاي،
دموعك في عيونك ليه؟ علشان خاطر انت اتظلمت. انت هنا هيكون عندك لقاء فجأة مع حد، واللقاء ده انت هتكون متألق بيه جدا علشان هتوصل لأهداف وهتوصل لأحلام حلوة. انا ما شايفة لكش اي خوف، ما شايفة لكش اي ضغط، بس انت بس مشكلتك ان انت معمول لك سحر، والسحر ده من الحروف اللي انا وصفتها لك. دي ممكن تكون ست مقربة ليك من الجيران او من اهل الشريك، هي غيرانة من نجاحكم وغيرانة منكم. عندك كمان هنا انفراجة مادية، في فلوس جاية لك الايام اللي جاية دي، وناوي تعمل حاجات كتيرة جدا. وانصحكم انه لو في حد عايز يستلف منكم فلوس، ما تسلفوش اي حد فلوس، علشان هم طمعانين فيكم او طمعانين في حاجات ممكن ما تكونش ظاهرة قدامكم انتوا. بس انا انصحكم ان انتوا ما تدوش اي حد حاجة من حاجاتكم، علشان خاطر انتوا دايما بتدوا دايما بتدوا فرص كتير لاشخاص ما يستاهلوش، لحد ما بتجيبوا اخركم. ومجرد ما بتجيبوا اخركم، الله الله السلام، خلاص المواضيع خلصت وانتهت. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك تقليب امور، مشكلتك انك قلبك طيب جدا، مشكلتك ان انت ما بتحبش تأذي اي حد يأذيك، ما بتحبش تأذي او تعمل اي حاجة تضايق الناس منك، دايما متألق، دايما واثق في خطواتك. بس اطمنك وبشرك وريح قلبك، علشان انت بتسأل اسئلة كتيرة دلوقتي. انت داخل في مشاريع، انت الماديات عندك هتتظبط، وهتقول ان انا قلت هتتظبط جدا الفترة اللي جاية، وهتدخل في فترات حلوة جدا مليئة بالمفاجآت بإذن الله، او فترة مليئة بالتنقلات، فترة مليئة بالامور الحلوة اللي هتظبطها في حياتك. داخل في فترة مليئة بالخير، مليئة بالاخبار السارة اللي هتريح من حياتك بإذن الله، او هتغير من الامور عندك. بص انت هنا عندك خبرين هيفرحوك الفترة اللي جاية، منهم خبر هيكون الخبر ده تبع حد مسجون، تبع حد مخنوق، تبع حد مريض، هيفرحك جدا وهيسعد ايامك باذن الله. في هنا كمان خبر، الخبر ده عن طريق سفر او عن طريق حاجة تخصك انت شخصيا. انت مشكلتك حاجة واحدة بس، ان الحاسة السادسة عندك دي بتخليك شخص تاني، او حاجة، او بتخليك شخص مختلف عن اي حاجة في حياتك. الفترة اللي جاية هتكون مليئة بالتنقلات، انا شايفة لك اخبار حلوة، شايفة لك مفاجآت كتيرة سارة لحياتك. في كمان بعض الامور اللي انت هتظبطها في حياتك واحدة واحدة. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله، سكن جديد او شقة جديدة، ارض جديدة، حاجة جديدة هتعملها في حياتك. الحاجة دي هتكون بسم الله ما شاء الله، هتدخل لك الرزق والتفاؤل، وهتدخل لك الحب اللي هيعوم على قلبك. في كمان هنا انت بتشكي اليومين دول من قولون، بتشكي من الاعصاب، الاعصاب عندك فيها الم، حاسس ان انت في عراقيل موجودة في حياتك، ولا في عراقيل ولا حاجة، بس انت هدي اللعب شوية. وزي ما قلت لك، انت لو في حاجة مفقودة عندك، او حاجة مسروقة، او حاجة ضايعة منك، الحاجة اللي ضاعت منك او اتسرقت منك او راحت منك، انصحك ان انت ما تبصش عليها، وانصحك ان انت ما تفكرش فيها، وانصحك ان انت تراجع امورك وتراجع اي حاجة تخص حياتك، علشان خاطر انت هنا حزين، ورغم ان الحزن اللي جواك بتلملم اوجاعك وترميها ورا ظهرك، رغم الحزن اللي جواك بتلملم اشياء كتيرة جدا وبتطلع نفسك منها. فهديلي بالك بقى، وهديلي اعصابك بقى، علشان خاطر انت داخل في مشاريع، داخل في امور حلوة مستجدة لحياتك. كل قراءتك بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، ان شاء الله باذن الله القراءة كلها تكون كلها تفاؤل. في هنا طريق، والطريق ده صعب عليك قوي ان انت تمشي فيه لوحدك، حاول ان انت تفكر فيه، او حاول ان انت تعمل صلاة استخارة فيه، حاول ان انت تعمل حبة حاجات في طريقك الفترة اللي جاية، علشان خاطر انت ناوي على الخير، والخير هتحصده لحياتك باذن الله الفترة اللي جاية. اتمنى لك السعادة والهنا والرزق والتفاؤل، اتمنى لك الهنا لحياتك اللي جاية، في اخبار سارة، في تفاؤل لحياتك بسم الله ما شاء الله. قراءتك ان شاء الله باذن الله تكون مبشرة كلها بالخير بفضل ربنا.